ومن ساعتها وانا كده مش قادر اشوف واحده الا وصورتها فيها، وكأن الكون كله بقى هي بس، ما فيهوش حاجه تانية. حكايه غريبه قوي. المهم صدقتها؟ كويس، عشان تعرف انك مش لوحدك بتعرف تألف حواديت. الله، انت طلعت من الكوبانيه. ايوه، يبقى جايب لك شندوشت بقى. اشوفك على خير. ها ايه الاخبار؟ حصل. والعربيه ملهاش اثر. تمام، يلا. انت ماشي وسايبني؟ ايوه، بس لو بتيجي هنا كتير اكيد هنتقابل. منين ما تيجي هتلاقيني؟ ده بيتي. شويه سمك دول عشانك انت، لو عايز تاكلهم براحتك، لو هتبيعهم يجيبوا لك 50-60 جنيه، حلال عليك. ايوه يا عبد الوهاب، وصلت الحاجه؟ نيابه ايه؟ طب اوصله ازاي؟ مين اللي في النيابه؟ طيب اوكي سلام. ايه اللي حصل يا تغريد؟ طارق موجود في النيابه، لقوا حاجات في العياده بتاعته، انا مش عارفه افهم حاجه لسه، فانا هروح له. ما انا هاجي معاكي. لا حضرتك ما تجيش طبعا، لازم تقعدي جنب شيرين، ما ينفعش كلنا نسيبها لوحدها. انا هروح. استني يا تغريد، انا هاجي معاكي. ايه ده بقى؟ مش هناكل ماما؟ يلا بقى. يلا 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 يلا. ها طب بلاش دي. طب استني. اي منصف؟ لا تمام الحمد لله كويس. الله خير، في حاجه؟ لا طبعا، تشرفني في اي وقت. ماشي خلاص هستناك. يا جماعة مفيش سقفة ولا ايه؟ برافو. اوبا. وحشتيني بجد بالنبي، على ان ما انت مخك طائر. ما بيعجبكيش يعني ابو مخ طائر؟ انت عارف رأيي من زمان. انا عارف ان انا طول الفترة اللي فاتت كنت بعاملك بطريقة وحشة قوي قوي، وجيت النهاردة عشان أقولك إن دي طريقتي إذا كان عاجبك يعني. إيه ده؟ هو أنت ما ينفعش تقول حاجة وتكملها زي بقية الناس؟ ما بقاش أنا لو عملت كده، صح؟ صح. وحشتيني بجد. الله أوي. إيه اللي حصل يا عبد الوهاب؟ أنا ما فهمتش حاجة. هو سابه مع فريق جوه، بس شكلها مش زي كل مرة يعني. ليه يعني؟ هو عمل إيه؟ لا عادي، عنده في العيادة كمية كبيرة من الشاب المخدر. يعني إيه؟ مش فاهمة يعني، بيتهموه هو بيتاجر في المواد المخدرة يعني؟ أه بس طارق استحالة يعمل كده. ماشي، ده الكلام اللي أنا وأنت مقتنعين بيه، أهم حاجة وكيل النيابة اللي جوايا اقتنع. وده بسبب توفيق. هو في غيره يعني؟ طب وإيه يعني؟ هنسيبه كده يعني ولا إيه؟ والله يا تغريد يعني الامل الوحيد ان يكون توفيق بيلعب، ف يكون معاه كارت يطلع بيه طارق. لو ده مش موجود هيبقى طارق هياخد 4 ايام على ذمه التحقيق، وهيبقى الموضوع بقى مش يوم من ضمن ال 30 يوم، وهيبقى الموضوع اكبر من كده بكتير يعني. ما تدورش يا منصف على كلام كتير عشان تقول لي اللي حصل، قول على طول. انا اسف، انا فضلت متمسك بك لغايه اخر لحظه،
وهددت كتير ان انا انسحب من المشروع، بس انت عارفه ان والمؤسسه رفضت اسمي مش كده؟ ما يهمكش يا منصف، ما حصلش حاجه. انا اسف. ما تقولش حاجه، انا اصلا كنت متوقع اللي هيحصل. انا اصلا زهقت مش عايز اشتغل، ولو عايز اشتغل في اي وقت هشتغل، مش هتوقف يعني على المنتج والموزع بتاعك. انا صافي شاكر، ولما احب اشتغل هشتغل. شرفت يا منصف، شاكرة قوي. مقفله طارق. طالما ابن الكلب اللي اسمه توفيق ده هو اللي وراها يبقى يحلها. يومه هيعدي، هيعدي ازاي بقى؟ هو ده الموضوع. مش باين هيحصل حاجه جديده. الواد ده شكله قرر انه يغير اسلوبه من النهارده. قال لي لو في حاجه جديده حصلت بقى احنا ما نعرفهاش. وانا ما ينفعش اهرب بالكفاله او ضمان اي حاجه؟ اسف لا. ما انت شايف انا كلمته قد ايه؟ مستحيل. اكتب عندك: وقد قررنا نحن وكيل النائب العام حبس كل من طارق حلمي وزغلول مأمون 4 أيام على ذمة التحقيق، ويراعى التجديد في الميعاد المحدد. ايه اللي حصل يا طارق؟ ايه اللي جابكوا هنا؟ مش عايز حد يجيني خالص. يومين وهتعدي ان شاء الله. خليكي جنب شيرين. يوسف خلي بالك منهم. حاضر. عبد الوهاب. ايه يا فندم؟ الورقة دي فيها رقم عربية توفيق، حاول توصل لها. تلاش يا طارق. أخوك سايب لك دي. خلاص يا عم، اوعى يا عم. خلاص بقول لك، خلاص يا عم. في ايه؟